صباح الخير وجمعة مباركة عليكم. وتونا توضينا وصلينا وتبخرنا يا زين البيت، ريحة البيت الحمد لله. الله يعطرك بريحة الجنة يا مفارق. بديتك الله يعافيك يا رب. وما تتخيلون يعني أنا عندي مشكلة، أنا لما يكون في عندي شيء أنا أحبه وعاجبني خلاص أتم ماسكي عليه، يعني كأن البيت ما في عطور، البيت بينفجر من العطور. الصراحة هالعطور على قولة نجوى تقول لي مفاهد ليش سميتيه لمار، كان سميتيه دمار. عليكم بالعافية، إن شاء الله يا ربي يوصلكم ويعجبكم، إن شاء الله يا ربي أكون دائما عند حسن ظنكم. وبعدين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لما يوصلكم العطر لا تنسون مثل ما وصيتكم ممكن تدمجون سلسبيل مع كوثر، وممكن تدمجون سلسبيل مع لمار لأن سلسبيل لذر، ممكن تخلطونه مع كل شيء. هذا اللي أنا خذيت منه حق بناتي إن شاء الله اللي يجي أوريكم إياه، أخذت منه حق فاطمة ولولو لأنه وايد ريحته زهور يعني ورد، والورد البارد عرفتوه اللي هو الإيطالي اللي مو حار مو يعني فل وياسمين، ومعني أنا أحب الفل والياسمين والورد بس هذه ريحته باردة، حق ملابس العيال وايد حلوة، وحق البيت طبعا هذه عطور بعد حق البيت، حق الفرش اللي تحب حق فراشها. يا السلام سلم لمار نجوى، كيف العطاير العطورات؟ روعة روعة، دمار صج دمار شامل. بعطرش يهبل يهبل هاي العباية، هذا طلبتي؟ فظيع يهبل ترى الأجواء. اسمه لمار مو دمار. لا أنا أقول لك لازم تقولين حق الأميرة إيه؟ سلطانة تغيره تسوي دمار، لأن دمار شامل فوج. دمار سلطانة شو الحل؟ غيري دمار شامل. سلسبيلي غار من السلسبيل. لا لا أظن ما في الواحد يحط واحد. ها؟ لازم يشوا مع بعض. يعني حلو ان تفوكي صح؟ صح. انا نفس كلامي شوفي، حلو سلسبيل مع كوثر، وحلو سلسبيل مع لمار، وحلو سلسبيل مع استبرق، يعني تخلطينهم اي دائما الاساسي. انا عندي جاني كذا اتصال من البنات يسالوني عن مكونات رشوشي، انا البارحه مبح صوتي وانا اقول عن مكونات الرشوش، وقلت لكم ليش أنا وايد حبيت لمار وسميته دمار. تعرفون ليش حبيته؟ لأن أنا أحب العطورات اللي لما أحطها أحس أني ودي أتسبح فيها، أحس أني أنا ودي أدخل الله يعزكم الحمام أتسبح فيه، أحس الريحة. أوكي فأتكلم كعطر كريحة، تذكرون أو يمكن اللي ما فتح وقت ما تكلمت إن هذه عبارة عن سبيشال بلند، يعني عطورات مخلط خاص في الأميرة سلطانة، وفضلت إنه يكون إنه ما تتكلم عن المكونات بالضبط عشان ريحة العطر ما مثلا ما حد يقدر يرجع يسويها مرة ثانية، يعني يمكن يعني يعتبر برايفت أكثر. عشان كذا لمار بالنسبة لي أنا أحب شيء المغطى يعني مو مكشوف أحبه، فكل شوي أقول في كذا في ريحة كذا في ريحة كذا، مو عارفة للأمانة بس أنا عارفة أنه كذا 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 ريحة، عكس مثلا كوثر. كوثر لذر، لمار حلو لكن كوثر أحلى. لمار هذه ما هذا عجيب، لمار أنا سميته دمار من كثر ما ريحته معشعشة في راسي. شوفي هذا، شوف بقول لك شيء الأمانة كوثر زين فهد، للأمانة بقول لك شنو، تدري أنت ليش حبيت كوثر؟ لأن كوثر لذر. إيه
إيه يمكن ليش حبيته بعد. لا بس مو بس لذر يما هو لذر وفي نوع من أنواع العطور يعني هي ما علمتنا كل شيء يعني خلط اللذر مع شيء. ليش ما تعلمنا؟ ما تبي يما هذا الخلط السحرية مالتها مسكينة. إنزين عيل دام ما تتعلمنا خلنا نأخذ وايد. إحنا طلبنا وايد من بوتيكات انتظر يجيبوا لنا. وطبوا لي دبل. بنعطيك اثنين إيش رأيك؟ شنو اثنين؟ حبتين. أنا اثنين أخلصها في يوم. شنو اثنين يما؟ يلا بوتيكات. كيف الريحة؟ ها؟ صحيح؟ الحمد لله. يعني قاعدة أميز فعلاً لمار مو عشان شيء بس لأنه فعلاً حاسة أنه الريحة تعجبني أنا أحلام تعجبني لمار. بس في شيء في الرشوش ودي أقول لكم عليه يمكن هذا يدليكم شنو تقدرون تأخذون من الرشوش أو شو ممكن تحبون مو لازم تأخذون تحبون من الرشوش. شوفوا برجع حق الموضوع اللي قلت لكم عليه اللي هو الرشوش. برجع أقول لكم الشيء اللي اكتشفته. شوفوا أنا أعتقد هو أربعة صح؟ أربع رشوش. أنا أعتقد أنه الرشوش استبرق حق الليل البارد اللي تحطونه في بيجاماتكم في ملاحفكم في الفوط. روعة روعة وعلى مسؤوليتي.